قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إن هزيمة حركة طالبان وتنظيم القاعدة سوف يستغرق سنوات قليلة. واعترف غيتس بأن طالبان لديها قبضة قوية على بعض المناطق في أفغانستان، إلا أنه أشار إلى إلحاق بعض الخسائر في صفوف القاعدة وقيادتها. وشدد غيتس على ضرورة تحقيق الأمن الكافي للحكومة الأفغانية حتى تتمكن من حماية الشعب الأفغاني من العمليات الانتقامية لحركة طالبان. هنا في بلدة دانا بولاية هيلمند جنوبي أفغانستان، تواصل قوات المارينز الأمريكية عملياتها العسكرية في محاولة للاستيلاء على المناطق التي تسيطر عليها حركة طالبان. العملية التي يشارك فيها 400 من قوات مشاة البحرية الأمريكية و100 من جنود الجيش الأفغاني شملت هجوما بالمروحيات على مخابئ طالبان في المناطق الجبلية حول البلدة التي يقطنها نحو 2000 شخص، كما شملت تمشيط عدد من المنازل اختبأ بداخلها عناصر طالبان. القوات الأمريكية تمكنت من السيطرة على نصف البلدة على الرغم من المقاومة العنيفة لمسلحي طالبان. ويعد الاستيلاء على دانا أمرا استراتيجيا، حيث تتحكم هذه البلدة في طرق التجارة الرئيسية والتهريب في الجزء الشمالي من هيلمند. معظم سكان البلدة هجروها بسبب العمليات العسكرية ولم يبق غير العجائز. لقد فتحت محلا صغيرا لأضمن حياة أفضل لأسرتي، لكن الجميع رحلوا ولا أجد من يشتري مني. كيف يمكن أن أدبر مالا للأسرة؟ وتحاول القوات الأمريكية طرد عناصر طالبان من البلدة في القريب العاجل حتى تتمكن من إقامة مركز انتخابي سوف يكون الوحيد في هذه المنطقة، إلا أنه من غير المتوقع أن يتقدم أحد للتصويت في منطقة تعد أحد معاقل طالبان، خوفا من أي عمليات انتقامية من جانب الحركة. وتهدف العملية العسكرية الأخيرة في هيلمند، أحد أكثر الأقاليم الأفغانية عنفا، إلى توفير مناخ آمن حتى يتمكن الأفغان من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 20 من الشهر الجاري. حازم الخولي، BBC.